الباحث في شؤون الشرق الأوسط أحمد الياسر ينضم إلينا الآن عبر سكايب ومن أستراليا. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. قبل أيام كانت هناك توقعات بعودة الهجمات في العراق أيضا بهذا الهجوم، هل تتوقع عودة فصول التوتر الأمني على القوات القتالية في العراق؟ تحية لحضرتك عبر البحثات الدبلوماسية المشاهدية قناة تقول نعم نعم واضح. طبعا هذا الامر متوقع بعد فشل مباحثات فيينا. انا اعتقد انه ما حصل هو رساله خارجيه وليس رساله داخليه، بمعنى هي جزء من ثنائيه يعني الصراع الامريكي الايراني. فانا اعتقد هذه التهديدات التي تلت فشل جوله سابعه من مباحثات الملف النووي الايراني هي التي دفعت هذه القوى الداخلية أن تستهدف السفارة الأمريكية برسائل خارجية. أنا أعتقد هذا موضوع خارجي ليس له علاقة، لأنه هو لم يستهدف معسكرات على سبيل المثال التي تتمركز بها قوات التحالف، وإنما استهداف مباشر للسفارة الأمريكية. وهذا يعني كمحللين نحن نقرأ هذه الرسائل يعني واضحة جدا، هدأت طبيعة هذه الاستهدافات في فترة التحضير للجولة السابعة، الفشل الذي حصل بفيينا، ثم جعل العمليات المباحثات مؤجلة إلى 27 ديسمبر باقتراح إيراني طبعا. فأنا أعتقد أنه ردة الفعل خصوصا من الجانب الأمريكي والإسرائيلي باستهداف للداخل الإيراني هو الذي جعل إيران ترسل هذه الرسالة يعني لهؤلاء بأن نحن جاهزون يعني لأي مواجهة. نعم نعم سيد أحمد، ما الذي على الحكومة فعله لإنهاء ملف هذه الاستهدافات بالكامل؟ الحكومة تفرغ نفسها من أهليتها، بمعنى أنه هي تجد أنه هي يعني لا تمتلك القدرة، لأنها لا تمتلك الدعم البرلماني، هي آتية لفترة مؤقتة، ولذلك أجلت الحلول الأمنية، يعني رحلت الحلول الأمنية إلى حكومة مستقرة. فحكومة السيد الكاظمي يعني أخذت استراتيجية بعدم المواجهة، يعني النهي دائما. أنا أعتقد أنه يجب على حكومة السيد الكاظمي أن تكشف خيوط كل هذه العمليات، الخيوط المكتشفة أصلا باستهداف منزل السيد الكاظمي أو الاستهدافات السابقة التي حصلت البعثات الدبلوماسية، لأن هذا ما يضر العراق من هذه الاستهدافات أنا أعتقد هو عملية عزل دبلوماسي للحكومة العراقية والنظام العراقي بشكل عام. حينما تستهدف البعثات الدبلوماسية هذا يعني أن العراق يخالف المعاهدات الدولية الموقع عليها أساسا، وهو لا يستطيع أن يحمي البعثات الدبلوماسية المقيمة على أرضه. فهي إحراج للدولة العراقية، إحراج للحكومة العراقية. الأمر ليس أمنيا فقط، يعني فيه طابع دبلوماسي وسيادي. ولذلك نحن نجد أن هذه الملفات الأمنية حكومة السيد الكاظمي تحاول أن تمنع عن مواجهتها وتتجه باتجاه يعني تخفيف الضغط. لذلك لا أعتقد أن السيد الكاظمي سيتخذ إجراء يعني بهذه القضية. نعم نعم أود أن أشكرك الباحث في شؤون الشرق الأوسط السيد أحمد الياسري، كنت معنا عبر سكايب ومن أستراليا، شكرا جزيلا لك.